أخيرا، إيه التشكيل المتوقع للفريقين، وهل تعتقد إنه بيب جوارديولا هيفاجئنا النهاردة ولا هيتعامل أو هينزل بنفس التشكيل؟ التشكيل المتوقع، يعني الكلام ان هو مش هيغير من التشكيل اللي كان بيبتدي فيه سواء في بطوله البريمير ليج او في مباراه مانشستر يونايتد الاخيره. بنتكلم ان وجود ايدرسون، وجود كايل ووكر، كانجي، لابو، ستونز، ودياز، بنتكلم وجود في رودري وفي جوندوجان والثلاثي نص الملعب الهجومي سواء كان دي بروين او برناردو سيلفا او جريليش، وطبعا الهجوم ما فيش خلاف عليه هالاند. انتر ميلان هيكون ابرز اللاعبين اللي هيشاركوا طبعا، سواء كان فوفانا في حراسه المرمى وسواء كان ممكن هنشوف بقى في الدفاع هيرجع ميلان سكرينير ولا لا. وجود طبعا يعني بروزوفيتش، وجود باريلا، وجود لوتارو او جيكو، مع احتفاظ بلوكاكو كورقه في على مقاعد البدلاء، خصوصا ان احنا شفنا يعني سيمون انزاجي ما كانش بيعتمد عليه كتير في كاساسي. فالتشكيلتين يعني يعتبروا معروفين شويه، لكن مانشستر سيتي توقعات كتير من المحللين الانجليز ان هم ان جوارديولا مش هيغير من اسلوبه او هيغير حتى من العناصر اللي بيعتمد عليها طول